بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مع قناة إيزي ماس. هل تعلم أن الحاسبة قد تخطئ؟ وأن معلم الرياضيات قد يتبع الآلة الحاسبة وقد يصبح هو أيضا خطأ؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. عندي مسألة خاصة بترتيب العمليات الحسابية، نفس المسألة هستخدمها وهقرأها بطريقتين مختلفتين، كل طريقة لها وجهتها في القراءة. تعالوا كده نشوف الطريقة الأولى. 80 على 5 قوس 8 ناقص 6 طلع الناتج على الآلة الحاسبة 32. نفس المسألة بس مش هستخدم فيها الآلة الحاسبة، ولكن هستخدم فيها الخطوات الرياضية المنطقية. 80 على 5 قوس 8 ناقص 6 وطلع الناتج 8، يعني هنا بالآلة الحاسبة الناتج طلع 32، وهنا الناتج بالعقل البشري وبالخطوات المنطقية الرياضية طلع 8. تعالوا كده نشوف ازاي هنا طلع الناتج 32 وازاي الناتج هنا طلع 8 وايهما اصح. الطريقة التانية دي عشان نعرف كل المستمعين او المتابعين للقناة، هي الطريقة اللي اينشتاين بيستخدمها، يعني اينشتاين خالف الآلة الحاسبة واستخدم هذه الطريقة. تعالوا نشوف الأول الخطوات اللي وصلت له للناتج في كل حالة على حدة. 80 على 5 قوس 8 ناقص 6، هنا هنستخدم الخطوات التقليدية الموجودة على الآلة الحاسبة أو الموجودة في الكتب الدراسية. هنا الأول طبعا هنتخلص من القوس، يعني هنعمل إيه دلوقتي؟ أدي 80 على 5، نحل عملية الطرح اللي في قلب القوس، 8 ناقص 6 بتساوي 2. عندي دلوقتي الخمسة والعدد الموجود جوه القوس اللي هو الاتنين، دي عملية ضرب ضمني، يعني المفروض اكتبها ازاي بقى؟ 80 على 5 في 2. بقى عندي دلوقتي عمليتين، عملية القسمة وعملية الضرب. حسب قواعد ترتيب العمليات الحسابية بنعمل ايه بقى؟ بنقول ان لو عندي عملية القسمة وعملية الضرب وجيت عملية القسمة قبل الضرب، يبقى الاولوية هتبقى لعملية القسمة. عشان كده هنعمل هنا عملية القسمة اولا، يعني هنقسم 80 على 5 وبعد كده نضرب الناتج في الاتنين. 80 على 5 بتساوي 16، هنضرب ال 16 في الاتنين هيطلع الناتج بتاعي 32، اللي هو الناتج ده وهو الناتج ده، اللي لو انت كتبت المسألة ديت على الآلة الحاسبة هيطلع لك الناتج بنفس الطريقة، والناتج ده هو الموجود في الكتب كمان. طب تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية لنفس المسألة بطريقة اينشتاين. اينشتاين لو حلها هيحلها ازاي؟ 80 على 5 قوس 8 ناقص 6 والناتج طلع 8، يعني ناتج مختلف عن الناتج ده تماما رغم ان احنا عندنا نفس المسألة. اينشتاين هيقرأ المسألة بطريقة مختلفة، هيقول 80 قسمة الخمسة وهيحل اللي داخل الأقواس اللي هي 8 ناقص 6، هنكتبها بس زي ما هي لو ادي 8 ناقص ايه 6. هيروح جاي اينشتاين واخد المسألة دهيت وكاتبها بشكل مختلف، هيقرأها ازاي؟ هيقول 80 وهيفسر العلاقة ما بين القوس وما بين الخمسة بانها هي علاقة متلازمة لا يمكن فصل الخمسة عن القوس، فهياخد الخمسة بالقوس اللي موجود قدامها وهيبقى مقسوم عليه، يعني هيكتبها بالشكل ده، 5 و 8 ناقص 6، يعني هتبقى كام؟ 80 قسمة 5 و 8 ناقص 6 2، يعني هتبقى كام؟ 80 قسمة 5 ضرب 2، عملية ضرب ضمني، 5 ضرب 2 بتساوي 10، يعني بقى عندي دلوقتي كام؟ 80 على 10، يعني الناتج هيطلع كام؟ هيطلع 8.
اللي هو الناتج اللي قدامي ده. طبعا المسألة دي وخطواتها ليها واجهتها، والمسألة دي لها برضو ايه واجهتها. بس ليه أينشتاين استخدم الطريقة التانية دي؟ طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة في العلم، لان بالنظرية النسبية بتاعت أينشتاين طبعا طلع اخطاء كتير في قوانين الجاذبية بتاعت نيوتن. يعني مثلا نيوتن كان بيقول لك ايه، ان لو احنا اسقطنا شيئين اتنين او جسمين الكتل بتاعتهم مختلفة، زي مثلا قطعة حديد ومثلا عود كبريت، لو القناهم من ارتفاع ومن نفس المسافة، قال لك طبعا الجسم اللي هو كتلته اكبر هو اللي هيبقى هينزل الاول وهيبقى اسرع في السقوط. طبعا اينشتاين جه قال لك لا، الكلام ده مش صحيح. انا لو عندي مثلا قطعة من الحديد 3 كيلو وعنده مسمار، يعني مش هيجي وزنه يعني حاجة مقارنة بقطعة الحديد، لو انت اسقطتهم من نفس الارتفاع هينزلوا مع بعض في نفس التوقيت. اينشتاين اثبت كده فعلا علميا، وثبت ان اينشتاين هو الاصح ورأيه هو العلم، بدليل ان لو عندنا سفينة ضخمة، السفينة الضخمة دي في المحيط او في البحر، المياه بتشيل السفينة، السفينة مش بتغرق، رغم ان كتلة السفينة ضخمة جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت لو انت جبت مسمار كتلته صغيرة ورميته في البحر، المسمار هو اللي هيغرق في المياه. يبقى هنا شوف الكتلة الكبيرة بتاعت السفينة طفت فوق الماء وما غرقتش في الماء، اما المسمار اللي هو كتلته بسيطة جدا هو اللي غرق. يبقى معنى كده اينشتاين اثبت صحة نظريته، وخصوصا طبعا فيما يتعلق بالنظرية النسبية اللي هو عملها. يعني معنى كده ان مش شرط ان الآلة الحاسبة تكون صحيحة في كل عمليتها. ليه؟ لان الآلة الحاسبة دي مبرمجة، ومين اللي برمج الآلة الحاسبة؟ شخص، انسان هو اللي برمجها، فالانسان قد يصيب وقد يخطئ. يبقى اذا الآلة الحاسبة بتتلقى خوارزميات من اللي بيعملها الانسان، ممكن الخوارزميات دي تبقى فيها شيء غير دقيق تؤدي الى نتائج غير دقيقة. يعني معنى كده ان مش شرط الآلة تطلع للناتج الصحيح، لا ده ممكن العقل البشري بالخطوات المنطقية يوصل للناتج الأصح، زي ما أثبت مين؟ أينشتاين في النظرية النسبية بتاعته، اللي يعتبر هدم معظم النظريات العلمية وأقام منهج جديد ونظرية جديدة غيرت وجه العلم تماما، وهي النظرية النسبية. السادة الزملاء مدرسي مادة الرياضيات، هذا موضوع مطروح للنقاش، واللي ليه وجهة نظر في حل المسألة دي سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة التانية، وخصوصا بالطريقة التانية، يعني يا ريت ممكن يبقى في تعليقات على هذا الموضوع. واللي يقدم أي موضوع أو فكرة جديدة طبعا منكم نستفيد، وطبعا العلم شيء موجود قابل للنقاش وقابل للتداول. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.